ديو اللي حقق نجاح كبير اغنيه في الهوى سوا مديره المونيش كده فرحان بزاف بالمشاركه ديالي في الدوره 19 المهرجان تيميتار. هذه المشاركه الثانيه ديالي من 2019 لدابا، يعني واحد الفرحه كبيره، خصوصا وانني قدمت مجموعه من الاعمال اللي باغي نشاركها مع جمهور مهرجان تيميتار اللي هو من اكبر المهرجانات اللي كاينين في المغرب وعنده صبغه عالميه. وفرحان كذلك بالتواجد ديالي في منصه الامل اللي هي من اكبر ليسين اللي فيها امكانيات كبيره. والجديد هو اني غنقدم اغنيه في الهوى سوا اللي هو ديو مع الفنان العربي إمغران، غتشوفوه أول مرة إن شاء الله في لاسين. وكنبغي نوجه تحية خاصة وكبيرة للمنظمين ديال المهرجان وكذلك الصحافة ورجال الأمن وكل شيء اللي ساهرين على هذا المهرجان، اللي هو كذلك تيشكل واحد الدفعة ثقافية واقتصادية للجهة ككل، لأنك ما كنشوفوا دابا الجهة ديال سوس ماس صدرعة وأكادير بالخصوص ولات كتعرف واحد الانتعاش سياحية وكبيرة بزاف. وحنا كفنانين كنكونوا فرحانين أننا موجود نكونوا متواجدين دابا في هاد التظاهرة الفنية. كما تنقولوا بدقة، يعني لا الأغنية حبين ولا أغنية بهرة بهرة، يعني في الأغنية العاطفية، الأغنية اللي